مصطفى كبا، قرية فور سكر، مدرب كاراتيه، دان ثلاث دولي، شوتوكان تخصص، عضو في رابطة الكاراتيه التقليدي، لرئيس رابطة الأستاذ علي طرابي. احنا هون ممثلين مسؤولين عن فرع المثلث لرابطة الكاراتيه التقليدي. بطولة اليوم اللي انتم شايفينها هي نتاج تعب عدة سنين على مر سنين. هاي البطولة نقدر نقول اللي هي البطولة الثانية لبطولة رابطة الكاراتيه التقليدي فرع المثلث. احنا حاليا بنضم هون عدة قرى، اعطينا مجال، فتحنا دعوات لكل المدربين لكل البلاد، كثير مدربين لبوا الدعوة. شعارنا اليوم ان شاء الله رب العالمين اللي هو انه نتحد ونتعاون لانجاح رياضة الكاراتيه في البلاد، خاصة في الوسط العربي. احنا هون ابدينا بشكل مختصر شو برنامجنا المحلي والدولي على الصعيد المحلي بالاتحاد الاسرائيلي، وصلنا لمراحل ونتائج كثير طيبة، على اساس انه هون عندنا ابطال محليين اللي حابين انهم يمثلونا كمان في محافل دولية ان شاء الله رب العالمين. حياك الله خيامك.